مشاهدينا وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في هذا المشوار لبرنامج صباح الخير يقص كل صبر، عرض إبداعي تقدمه مدرسة سيرك فلسطين يجوب محافظات الوطن من الشمال إلى الجنوب لينقل رسالة وقصة حكاية الوطن والمواطن والمعاناة عبر عرضه الذي يربط بين الواقع والحلم، بين الترقية بين عفوا الترفيه والرياضة والسياسة والحياة. للحديث أكثر عن كل صبر يسرنا أن أستضيف شادي زمرد، هو مؤسس مدرسة سيرك فلسطين ومديرها وأحد مخرجي عرض كل صبر الذي حضرنا امبارح عرض في قصر الثقافة في رام الله. أهلا وسهلا فيك شادي ويعطيكم ألف عافية. أهلا فيكم، صباح الخير يا شادي. وصباح المشاهدين يا رب. شادي، أول شيء بدنا نحكي عن عرض بعنوان كل صبر، هذا بيعطي خيال واسع للناس انهم يتخيلوا شو يعني كل صبر. شو هو هذا العرض وشو بيهدف بالضبط؟ خلينا ناخذ من الجزئيه هاي. خلينا بس، اكيد صبر هو له معنيين، اللي هو معنى الصبر الفواكه الداخلية، الصبر الزاكي من برا كثير شوك وقاسي، بدك معاناه عشان تاخذ الحلو اللي فيها، بدك معاناه عشان بالضبط. والصبر اللي هو انه نكون صابرين. فالاسم كل صبر هو طلع من التجربه اللي احنا بنعيشها كفنانين، كمثقفين، كفلسطينيين في الشارع الفلسطيني. وايضا هذه القصه مش فقط لفلسطين، ولكن هذه قصه بتصور جميع معاناه الشعوب اللي بتعيش تحت احتلال، بتعيش تحت سلطه معينه، وليس هي السلطه السياسيه فقط ولكن هي جزء، ولكن عندك السلطه المجتمعيه والى ما لا نهايه. فكل صبر هو اجبار على اكل الصبر، وليس الصبر هو الصبر بالامر، ولكن انت بتاكلي صبر ليصبح هذا العرض هو من تجسيد الواقع في الشارع الفلسطيني. والسلطات تقرا الطبول وبتقول لك كلي صبر، واحنا كل اللي بناكله واللي بنعمله كشعب عايش في الشارع الفلسطيني او في اي مكان اخر هو بس مجبورين على اكل الصبر، مجبورين انه نصبر، مجبورين مش بس صبر، هو برضه كلها يعني صح التعبير، هو صمود ايضا، هو صمود طبعا اكيد، هذا جزء لا يتجزا من الصمود ولا يتجزا من ايضا المشاهدات اللي شاهدتها على شاشه تلفزيونكم، المقابلات اللي كانت قبل هيك، وهذا شكل اساسي الثقافه والفن من الهويه الفلسطينيه، جزء طبعا مهمه من الهويه الفلسطينيه. وهذا ما يميز بتخيل السيرك، سيرك الفلسطيني هو له هويه خاصه جدا عن السيرك في العالم. يعني احنا لما نتخيل بشار بدنا نحكي عن سيرك، بدنا نحكي عن بهلوانات، وبدنا نحكي عن صحيح قفز وعن نط وعن حيوانات مدجنه وعن ومروضه وكل هي الامور. ولكن لما نطلع على سيرك فلسطين له هويه خاصه، له اتجاه معين في نقل الواقع، خاصه في ظل عدم وجود امكانيات في نقل الواقع، في نقل قصه الفلسطيني، في نقل قصه فلسطين والهوية. خلينا نحكي شوي عن هاي الهوية اللي بتميز سيرك فلسطين. هاي الهوية بدت من أول ما أسست السيرك مع زميلتي جيسيكا، وأيضا اللي أخرج معي العرض هو فادي. نعم. وفي أيضا مجموعة من الشباب اللي بدوا معي في السيرك، ميس ونايف، أسماء عندي. نعم. لا بنحب نوجه لهم تحية واحد واحد أكيد. والشباب كمان بوجه تحية للشباب العرض والمتطوعين اللي كانوا معنا امبارح، احمد ومحمد ابو طالب. نعم. ومحمد ابو سخه ونور ابو الرب وفادي برضه، هو جزء كان يعرض مش بس عمل معي مش الاخراج. بس نعم. فاول ما بدينا المدرسه عملنا 3 اسابيع وكانت جدا صعبه. كان مفروض هدول 3 اسابيع يكون في عندنا مدربين جايين من بلجيكا مع المعدات، مع الخبره، عملنا بنشوف جزء من التدريبات من جزء والعرض. من التدريبات. نعم. بسبب الحرب الإسرائيلية البشعة على لبنان في آخر شهر 7 2006، كان في خوف من المجموعة البلجيكية إنها تيجي لهون. نعم. فأصرينا على إنه إحنا نكمل هذا المشوار ونبدأ بفنون السيرك. بنهاية 3 أسابيع قررنا إنه نشارك الجمهور إيش عملنا في هدول 3 أسابيع. فعملنا ارتجالات طبعا من خلفيتي كمسرحي، بدخل المسرح جزء كتير كبير في شغلنا في فنون السيرك، وهيدي فنون السيرك المعاصرة. فكل تنين صاروا يشتغلوا مع بعض، بيعملوا جمباز، بيلعبوا في الطابات، بيمشوا على الحبل. نعم. وبدوا يحكوا عن قصص لإلهم.
فهذه القصص جسدت القصص الفلسطينية خلف الجدار العنصري. فسمينا هذا كان أول عرض لنا سميناه سيرك من خلف الجدار، واللي هو كان يحكي عن معاناتنا كشعب فلسطيني خلف الجدار، وتجول في عدة دول أوروبية بالإضافة إلى مدن فلسطينية. من هون بدينا ناخد شكل من أشكال الهوية لفنون السيرك في فلسطين، كونه في عنا معاناة، في عنا أشياء لازم نحكي عنها، ومش فقط الأشياء السياسية، لازم نحكي كمان على الأشياء الاجتماعية، لازم نحكي عن العلاقات الاجتماعية اللي موجودة بفلسطين، لازم نحكي عن قطع المعاشات مثلا. في عمل قادم لكم بدي راح توثقوا فيه وتحكوا فيه عن قطع المعاشات، لو تحكي لنا بشكل عام عن اعمالكم. يعني بقدر احكي عن كل صبر، كل صبر احدى الشخصيات بشكل مهذب بضله لابس طبعا شورت طويل، تتعرى من اجل انه يحصل على لقمه خبز في اول العرض، العرض كل صبر المعرض امبارح واللي اكيد راح يكون في عرض يوم السبت القادم، فهذا جزء من الجزء من العرض. بالإضافة هذا العرض بحكي عن سرقة الثقافة الفلسطينية. الحمص بأوروبا بطلوا يسموه فلسطيني أو بطلوا يسموه عربي. البردقان يافا كله أختام إسرائيلية. من إحدى المشاهد هاي في جاكيت اللي هو الأساس شجرة زيتون الجذع، والثمار هو برتقال. انتماء الى برتقال يافا. هل سيكون هناك عرض لكولد صبر او لاي اعمال قادمه لكم اعمال سيرك في القدس؟ في عنا عرض غدا في مدينه الخليل، الخميس الجاي راح يكون في عرض في جنين، ويوم السبت راح يكون في عرض في القدس في مسرح الحكواتي على الساعة 6. لو نوجه دعوة بالتفصيل مثلا وين راح يكون في الخليل، وين راح يكون في جنين، وين راح يكون في الخليل القدس، راح يكون للحابين يروحوا ويشوفوا هذا العروض. أكيد في الخليل راح يكون في مسرح سعادة الطفولة على الساعة 2 غدا يوم السبت، يوم الخميس في سينما جنين على الساعة 5، والسبت القادم رح يكون في القدس على الساعة 6 مساء في مسرح الحكواتي. وإحنا كمان باسمنا وباسم طاقم البرنامج بندعو كل الناس في مدينة القدس وفي المدن الأخرى ليتوجهوا للمسارح وللأماكن الثقافية الموجودة فيها هذا اللي رح نعرض فيها كل صبر، حتى يقدر يشوفوا هذا العرض اللي بيدمج ما بين فنون السيرك ورياضة السيرك العالمية والهوية الفلسطينية والمعاناة الفلسطينية، وننقل هي الرسالة. وقبل شوية سألك بشار شو هي الأعمال المستقبلية اللي ممكن نستناها منكم في مدرسة السيرك الفلسطيني؟ في عنا حاليا رح نبدا بعد 10 ايام شغل على عمل جديد، هذا عمل اول من نوعه. كون عم تخلصوا من شيء على طول بتدخلوا على الخط، لازم نجهز. في عنا شخصين فلسطينيين، هم اول شخصين فلسطينيين بتخرجوا كمحترفين من معاهد لفنون السيرك المحترفه في اوروبا، اللي هو فادي زمرد وعشتار معلم، واللي هم رح يشتغلوا مع بعض على عمل اسمه في الخارج والداخل، او في الداخل والخارج. هذا العمل اكيد هلا مش راح احكي عنه كثير، او مفاجأة راح يكون مفاجأة لحد التحضير، اللي راح يكون افتتاحه في مهرجان عالمي لفنون السيرك في اوروبا، وبعدين راح يتجول في فلسطين. وكل صبر ايضا تجول في بلجيكا، وخلصنا جولة عروض جدا ناجحة مع سفرتنا ليلى شهيد في بلجيكا، وبعدين اجينا عشان نعمل الجوله تبعتنا في فلسطين. ايضا في الصيف في عنا انتاج جديد، انتاج فلسطيني فرنسي مع مدرسه محترفه لفنون السيرك، اللي راح يتجول في الضفه، وبعد ذلك في شهر 10 السنه هاي راح يتجول في فرنسا. بالاضافه لعروض الطلاب اللي دائما في نشاطات للطلاب، في نشاطات وعمل متواصل طبعا، وفي المهرجانات المحليه ومهرجانات نعم. فعنا اكيد عنا تدريب، بندرب بشكل اسبوعي في الخليل في البلده القديمه. يعني هي في النهايه نشاطات متواصله ولا تقتصر في مكان معين، بل تتم بشكل متواصل في كل هذه المدن والمحافظات الفلسطينيه للتدريب. صحيح. شادي زمرد مدير السيرك الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.
ويعني أنا شخصيا سوف أحرص على مشاهدة العرض القادم الذي سوف يوم السبت الجاي. يوم السبت القادم. شكرا جزيلا لك. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من صباح الخير يا قدس. قدمه لكم بشار صغير ومي أبو عصب. يعطيك العافية يا شادي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية بشار. ويعطي العافية لجميع الشباب اللي ساهموا والعاملين اللي ساهموا في إنجاح هذه الحلقة من برنامج صباح الخير يا قدس، سواء في مكتب تلفزيون فلسطين في القدس أو مكتب رام الله. لكم منا كل التحية، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.